بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو اكتشفت عفوا شيء لا أعرف إذا سبق لكم أن اكتشفتموه أو لا. هذا الشيء يسمح لك بإرسال رسائل SMS مجانا من هاتفك إلى أي هاتف آخر بدون يعني أن يكون لديك رصيد و 24 ساعة على 24 ساعة كما تشاهدون الحين يتوصل برسائل SMS. كيف ذلك؟ عبر تطبيق جوجل ألو، يعني هذا التطبيق الذي سبق وان طرحته جوجل منذ مدة، فيعطيك واحدة من المميزات صراحة الرائعة جدا والتي تسمح لك بإرسال رسائل SMS غير محدودة إلى أي هاتف حتى وإن كان التطبيق جوجل ألو يعني غير مثبت في ذلك الهاتف. لاحظ معي، سوف أضغط على هنا وأبحث عن رقم هاتفي أنا شخصيا لكي أقوم بالتجربة. هذا هو رقم هاتفي، لاحظوا أنه مكتوب أمامه SMS، هذا يعني بأنه هذا الشخص غير مثبت عليه بطبع الحال، مثبت لدي يعني جوجل ألو يعني تطبيق جوجل ألو. بالتالي سوف أضغط عليه على اسمي أنا شخصيا وسوف تظهر لك تنبثق لك نافذة كما سوف تشاهد، يقول لك بأنه يمكن لك دعوة الحسين حتى يقوم بتثبيت يعني جوجل ألو في هاتفه، أو إذا كنت تريد مباشرة شات فيا SMS كما سوف تضغط على SMS هنا ثم أحاول أن أرسل رسائل. يعني لاحظوا معي، سوف أكتب حوحو وأرسلها كما سوف تشاهد، سوف أتوصل بها مباشرة في هذا الهاتف، فقط ننتظر بضع ثواني حتى يتم يعني التوصل بها يعني برقم هاتفي. هو عبارة عن محول، يعني لن يظهر لها بطبع الحال رقم هاتفي الخاص بك ولكن سوف يظهر لها رقم هاتفي آخر. بتلف هذه الرسائل يمكن لك إرسالها، سوف أشاهد يعني أرسلها مرة أخرى. عفواً إخواني الكرام، فتم التوصل بالرسالة، لاحظوا معي أولى. طيب إخواني الكرام، حتى تتأكدون بأن ليس لدي رصيد نهائياً، لاحظوا معي تصل يعني هذه الرسائل بعد بضع ثواني، سوف أحاول الاتصال بأي رقم مثلاً هذا الرقم، وسوف تشاهدون بأنه ليس لدي رصيد نهائي كما سوف تشاهدون، لأنه ليس لدي رصيد نهائيا في الوقت الذي أرسل فيه رسائل SMS فقط من خلال خدمة جوجل ألو كما سوف تشاهدون. وأدخل إلى الرسائل فأتوصل بها كما سوف تشاهدون. تلف يمكن لك إرسال رسائل فقط، أنا شخصيا لدي هذا الهاتف لا يقرأ جيدا هذا الكارت سيم، لذلك تأخذ بضع الوقت حتى تصل يعني هذه الرسائل. فراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة، لا تنسى دعمنا بالضغط على لايك، رابط التطبيق سوف تجدونه أسفل الفيديو، سوف إن شاء الله تستفيدون بطبع الحال من هذا التطبيق. حتى أؤكد لكم بأنه لدي مشكل لأن لدي مشكل في هذا الهاتف يعني كما سوف تشاهدون، فلا يقرأ الرسائل أو لا يقرأ يعني كارت سيم، لذلك تأخذ وقت يعني أقوم بإعادة التشغيل حتى أقرأ من جديد حتى أتوصل بهذه الرسائل. فأراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة. عبر هذه الخدمة يمكن لك إرسال رسائل SMS مجانا. دعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وزيارتنا على موقعنا www.5.com واللي ما وصلنا على فيسبوك facebook.com/حلفصامي1284. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.